فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأحاديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، أئمة المساجد يعني، وسائره أكثر أئمة المساجد. ما لا يقصد بالأئمة أئمة الفقهاء والمحدثين، وإنما يقصد أئمة المساجد. نعم، وسائر روايات الصحيح تدل على ذلك. نعم، تدل على أنه إيجاز مع إتمام. قال: ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا هو الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أنس ينفذه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما أراكم تصنعون، هذا رد على أهل زمانه، على أهل زمانه الذين يخالفون صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإما أن يطيلوا ويشقوا على المأمومين، وإما أن يخففوا ويخلوا بالصلاة، والمطلوب الجمع بين الصفتين. نعم. قال: وفي رواية في الصحيح: وإذا رفع رأسه بين السجدتين، يعني يطيل حتى يمكث حتى يقال قد نسي. نعم، هو نص على الاعتدالين، اعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، وإطالة ذلك حتى يظن أنه نسي، لأن هذا يكثر التفريط فيه، يكثر من لا يعتدل من الركوع، بل إذا رفع سجد مباشرة، وإذا رفع رأسه من الركعة من السجدة الأولى سجد الثانية مباشرة، مع أن الاعتدال بعد الركوع والقائما هذا من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، والاعتدال من السجدة والجلوس بين السجدتين هذا من أركان الصلاة أيضا، فمن أوجزه وخففه فإنه يكون مضيعا ومخلا بركن من أركان الصلاة.